مروان 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 ايوه يا مري، مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انا هبلغ المركز. مركز ايه؟ مركز ايه؟ مش لونيتي. انا هجيب دكتور. تعال 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 استريح. تعال تعالي تعالي. حاضر يا ام. خشي يا بيت. جبنا لك واكل ايه؟ عسل. بصي بصي اهو بيض مسلوق كمان. هنقول ايه؟ لقمه الهنا يا اختي. مركوبي واجع. قومي يا بت لفيني المركوب ده، انا زي امك. امي اسمها كريمه. يو عاش لسامي يا بت كريمه. انا قلت زي امك يا بيت. ده انت هتبقي واحدة من العيلة، يعني زي بيتي بردك، مش مرات ابني. صح يا شمس. ايوه يا امه صح. شفت يا بيت الهنا، انا بقى عندي ولدين وثلاث بنات. يا هنايا يا سعدي، يا هنايا يا سعدي. اقول ايه؟ بالك يا بيت كريمة، امك الحلوة دي بتلعب لعبة عيشة كيفها. أمك عايزة تتحزن بالبلد على وسطها وترقص بيها وتشفط البيت في عبها، ونسيت إننا اسمي جبرية وإحنا بنات عبد الله يا جبرية. في الأول والآخر اسمكم بنات. عايزة أتجوزك ولدي زي ما جوزت الخايب التاني لأختك العوجة. وماله اتجوزيه، بس لو بطنك دي شالت تفي على جبري. سيبيني. انا اسمي جبريه يا بت، فاهمه؟ تكل بلا. جيبي الوكل يا بت، خساره فيها. اجيب. فوتي. بلا خيبة، عمدة ايه وكبير البلد ايه لما انت سايب عبد الحكيم يعمل كل اللي هو عايزه واللي في دماغه، ومحدش بيقدر يقف قدامه ولا يقوله تلت التلاتة كام؟ خلاص يبقى عبد الحكيم هو العمدة مش انت يا عثمان. يا ست كريمة خلي بالك من كلامك، كلامك واعر. انا واخدة بالي من كلامي كويس قوي. ايه هو انا بقول حاجة غلط؟ ما ينفعش يا كريمة، ما ينفعش اروح اخد البت من بيت عمها. عمها ده ولي امرها. وانا امها وولية امرها. اقول لك حاجة، زينب بنتي بعد اللي حصل لها ده لا حضرتها تتجوزك ولا حضرتها تبص في وشك. يا راجل بقول لك عبد الحكيم هيجوزها لابنه. انت ايه ما بتحسش اللي بيجري في عروقك ده مية ساقعة بدل الدم؟ اهو هيلولولي بقى ويقول لي اوه. خلاص اهدى يا بنت الناس وان شاء الله انا هتصرف. على اي حال
انا ما عنديش بنات للجواز، وانا بقى غلطانه واستاهل ضرب الجزمة ان انا جيت لك. اهدي، قلت لك هتصرف يا كريم. مالك في ايه؟ انا قلبي واكلني على بنتي، انا ما اعرفش عبد الحكيم ممكن يعمل فيها ايه، ولا الحربايه مراته جبريه ممكن تاذيها وتعمل فيها ايه. يا ستي قلت لك هتصرف، الكلام ده كبير، ممكن اهل البلد ياكلوا وشي، ومش بعيد اتشال فيها من العموديه. لا صحيح، لا، وانا ما ارضلكش الاذى. يهدي يا بنت الناس، وان شاء الله انا هلاقي الحل. انا عندي الحل. ايه هو؟ هي لو زينب دلوقتي بقت مراتك، ده انا اروح اجيبها من النعنيه من جوا. خلاص تاهت والإناث. ازاي يعني؟ انا امها، وبقول لك هجوزها لك. ابعت هات المأذون. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ هو ما فيش حد بيعمل لك حاجه في البلد دي تقول عليها؟ خلاص كل الناس اللي في البلد بقى عندها ضمير. والله هي فكره، وفكره حلوه كمان. انا عارفه انها حلوه. خلاص، وانا هعمل الفكره دي يا كريم. لسه صاحية يا نني عين أمك. طيب اشرب ده عشان تتجوي. خدي خدي. مطرح ما يسري يمري. اشرب اشرب. أكيد القراشنة دي حاطة لي في حاجة. زينب زينب يا زينب، انت جوه يا زينب؟ يا زينب ردي عليا. ريتال واقفة هنيه بتعمل ايه؟ ما عملتش حاجة. طب تعالي عايزاكي. تعالي في ايه يا عمتي؟ خشي. اقعدي، عايزة اتكلم معاكي. تتكلمي معايا انا؟ هو سؤال واحد. اللي هو هو صح انا ليا ملايين زي اختك مجالت؟ اختي مين؟ اختك زينة. هو انت يعني يا عمتي عايزه تفهميني انك مش عارفه؟ ردي عليا، ايوه ولا لا؟ ملايين الملايين. ملايين الملايين؟ اضحك عليا بحالك وغويشه وسلسله؟ ومين قال لك بقى يا عمتي ان دول ذهب اصلا؟ هما ذهب ومال يا بت؟ وانا هبلة اياك ما عارفاش الذهب من الفلس. وحياتك عندي ما ذهب يا بنت الختمه. ها وايه المشكله؟ طب انا ممكن اجيب لك مليون رويشه ومدموجه كمان. بنت انت ما تلعبيش بدماغي. ولا العب بدماغك ولا تلعبي بدماغي. احنا ممكن بكره الصبح ننزل لاي سايغ وهو يقول لك الكلام ده بنفسه. يلا قومي يا عمتي افتحي لي الباب بقى خلينا نخرج. عمتي يا عمتي. مش عايز تقولي مين اللي عمل فيك كده؟ حد اعرفه؟ يبقى حد انت خايف عليه ومش عايز حد يعرف.
انه عمل فيكي كده. كفايه فريده غير لطاجن. لطات عشان خايفه عليك. انا كويس. لا انت تعبان وتعبان قوي كمان، والدنيا بقت عامله زي خرم الابره في عينك. انا عارفاك واعرف اللي جواك من غير ما تتكلم يا مروان. انت تعبت من انك تعيش لغيرك، ترضي اللي حواليك على الفاضي ومحدش مقدر. ايه عايز انا؟ انت عايز تلاقي نفسك اللي عماله تهرب منك ومش عارف تلملمها كيف. بس كفايه لحد كده. ايوه كفايه لحد كده. اوعى تفتكر ان ابوك همه حاجه ولا اخوك حسن في دماغه اللي انت بتعمله. في الاخر هيتقلك، محدش قالك تنسى نفسك وتعمل اللي انت بتعمله ده. اسمع اللي بقولك عليه. عايزاني اعمل ايه؟ هي حاجة تقيلة على قلبي، بس هي الصح وهي اللي هتريحك. قولي. جمانة. مالها جمانة؟ تشاركها وانا معك، بس تشاركها في عقلك عشان البت دي مش سهلة وانا مش مستريحة لها. في ايه؟ مالك؟ حاسس بوجع؟ لا حاسس اني عايز استريح. وانت كده مستريح؟ ايه ايوه مستريح. يا مري على كدبك. ربنا يخليك لي يا غالي. انا كويس. اعمل اني عايز انام. يا وجعي، يا وجعي، وكل وجعاتي قسيت علي يا أخوي، قسيت علي وأنا قلبي مش قاسي. فهمت أنا عايزة منك إيه؟ أيوة ما يعني مش هتخافي؟ أخاف من مين؟ وبعدين احنا لا مؤاخذه يعني كلها يومين وهنلم فرشتني ونرحل من البلد دي. طب سمعيني كده هتقولي ايه؟ هقول اني شفت جبريه واخده دلال على الطاحونه، دخلوا سوي وطلعت هي لوحدي. صلاه النبي احسن. ايه الحلاوه دي؟ طيب دول بقى خديهم عشان الكلام ده يثبت في دماغك وفي لسانك وتبقي ماسكة نفسك كده وانت بتتكلمي. تشكر. مع السلامة. جبت الولاية دي منين يا بت؟ دي من الغجر بتوع المولد. وهنا قلت ما ينفعش أجيب حد من أهل البلد يشهد ضد عبد الحكيم. يبقى إيه الحل؟ أجيب واحدة ملهاش جدر هنا. والله برافو عليكي. بتعرفي تفكري يا نادية. على فكرة المأمور كلمني. اشمعنى؟ يعني شكله بيلمح كده وعايز يخطبك. وانت ايه رايك؟ وماله؟ يبقى المأمور والعمد. بس العمد خرع كده. انا عارفه انه خرع ولا بيهش ولا بينش، ما يقدرش يهوب عند بيت عبد الحكيم ولا يلم الناس. عبد الحكيم هيقول له بنت اخويا وانا بخاف عليها وبحافظ عليها، محدش هيغلطه. هتسيبيه يجوزها مروان؟ والله يا ناديه ان كان عليا انا ما عنديش مانع، بس زينب تسمع كلامي، يا ريت تتجوز مروان. حقك عليا يا حبيبتي. ما اقصدش، ما اقصدش. نادية
تزعليش مني يا نادية. أنا زعلانة على نفسي. تزعلي على نفسك ليه؟ ما أنت زي الفل، هو زي القمر، والله العظيم هو الخسران مش أنت. أنا زي الفل وزي القمر، عشانك ده هتسيبيه يتجوز زينب. تصدقيني يا بنتي لو قلتلك إن أنا لا فكرت ولا في دماغي في يوم من الأيام أدي بنت عبد الله لمروان ابن عبد الحكيم، وزي ما أنت شايفه أنا دايخة عشانها عشان أجيبها من عنده. بس لو الأمر حكم ما تقوليش لا. لسبب، عشان أخد الأرض وأخد البيت وأخد حقي وحقك وحق أبوكي وحق عبد الله اللي راح حضر مش عارفة أجيبه. عارفة عارفة وفاهمة. أنتي بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ على بختي، على اليتم اللي أنا فيه، لا أب ولا أم ولا عيل ولا حتى راجل أتسند عليه. كل ده ليه؟ ليه بس يا ربي ليه؟ خلاص عليك يا نادي. وأنا يا بنتي مش زي أمك. أمي ماتت، ماتت من زمان وسابتني في بيت عبد الحكيم. وأبويا الله يرحمه زيه زي أي راجل في البلد. كنت كل ما أروح أقول له يا أبوي خلاص ضهقت ما عدتش طايقة، يقول لي مالكيش إلا بيت جوزك. تهنت وبهدلت، كان كل يوم يتمسح بيا تراب البيت ولازم اتحمل لحد ما فاض بي. وانتي بعدت، لا يوم رفعتي سمعتي التليفون تسالي عليا، ولا جيتي تشوفي بنت اخوكي فيها ايه ولا بيها ايه. بس انتي معذوره، ما انا مش بنت من بناتك. ما انا لو كنت في مكانهم ولا مكانتهم كنت جيتي جري عشان تدوري على حاجة زي ما بتعملي معاهم دلوك. عندك حق يا نادية، أنا غلطانة يا بنتي، وأبوكي كمان غلطان. بعدين يا حبيبتي أنت زي القمر، يعني شعنونة شوية بس زي القمر. خارج بيت أنا يا عمتي، خارج بيت كنت متجوزة مروان والد عبد الحكيم اللي ما فيش حد من أهل البلد يستجري بالصلة ولا يتجوزها بعديه. مش متطلقة وبس، ده أنا كمان أرض بور. يعني ماليش لازمة. نادية نادية، أنت مش قلتيلي إن الدكتور قالك إن أنت سليمة؟ يعني العيب فيه مش فيك يا بنتي. الدكتور يقول اللي هو عاوزه. النتيجة إيه؟ إن أنا زي الزرع الشيطاني اللي مالوش جدر، اللي لو اتجلع من جدره محدش هيبكي عليه. والله العظيم أنت عندي أغلى من بناتي يا نادية. وخديها عاهدة عليا، حقك وحق أبوكي في رقبتي وحق قولك. أنت بنتي يا عبيطة، بنتي بنتي. بس بس يا عمتي، بس يا بنتي، بس 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 بس. أعوذ بالله. غلط. اوعي يا بنت، تعالي هنا، تعالي هنا يا بنت، تعالي هنا، تعالي هنا يا بنت. انت يا بنت، يا مسعدة امسكيها، يا مسعدة انت فين يا مسعدة؟ امسكيها، اوعي تطلعي من
البيت، اوعي تطلع من البيت يا بنت. تعالي هنا يا بنت. حكي بعرف ده هيقتلني. ادخلي ادخلي تعالي. انتوا يا بهايم اللي عليه، يا بهايم. حرام عليك زبريه فوزيه. خشي خشي. البنت دي خرجت ازاي؟ سهتني. سهتك؟ سهتك كيف؟ والبهوات كانوا فين؟ فين مروان وحسن؟ مراتك كانت عايزه تموتني، كدابه في اصل وشك، قاعده تفرك وتحرك ما قدرتش عليها كده. يا عمي حبسني كده زي البهايم؟ عايز تجوزني ابنك بالعافيه يا عمي؟ لمصلحتك. انا اضرب مصلحتك. طب ما تعرف مصلحه ابنك الاول. ما اسمعش منك كلمه. مش عايز تسمع ولا كلمه، ومش عايز تسمع ولا حاجه غير عقلك وبس، اللي عقلك بيقوله لك وبس. شايفنا كلنا بنقع قدامك، بناكل في بعض، كل ده بسببك يا عمي. اخرس خالص، ما اسمعش فيك حس، فاهمه؟ انت مش عايز تسمع الحقيقه، بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى، ان البنت خلاص بيقع، ويوم ما هيتعدى هيتعدى على دماغك لوحده. اخرسي جبريه، خد البنت دي طلعها فوق اعبزيها. مش قلت لك امهم رضعاهم غل؟ ما كنتش مصدقني. ايه انت قلبك اللي مليان حنيه. يلا ما اسمعش حس ليكو. يلا قول يا عم، هو انت صحيح هتبني تراب جديده؟ تسالي ليه؟ يعني عايز اعرف بقى هتاخد لك دي فيها كام فدان؟ هقول لك انا على حاجه، هقول لك على رايي، حلوه اللي على الطريق دي شرحه كده وهواها هيرد الروح، بس يا ترى بقى القبر هيشيل معاه كام قراط؟ قراري يلا يلا. الحق يا عبد الحكيم، ليه؟ المكتب اتسرق. مكتب ايه اللي اتسرق؟ دخلت لقيت الدنيا متنعكشه والخزنه مفتوحه والفلوس مش موجوده. ومروان فين والنطع التاني؟ روح صفهم بسرعه. يلا ازيك يا عبد الحكيم باشا؟ رجلك خدت على البيت يا حضرة المأمور. ايه خير؟ فيه تاني؟ والله في بلاغ ضد الست جبريه وشهود بيقولوا ان هي اللي قتلت الدلال. شهود؟ وانا اسف، لازم اخدها معايا عشان ناخد اقوالها. احنا هنرجع نعيد ونزيد في الكلام ده ولا ايه؟ لا المره دي الموضوع مختلف، ده امر نيابي يعني ما فيهوش كلام. يعني ايه؟ يعني لو ما جاتش معانا بالذوق ومن غير شوشره هناخدها معانا بالعافيه. على فين يا عمتي؟ مشوار صغير وراجعه. مشوار صغير لغايه فين؟ ولا ما عاوزانيش اعرف انت رايحه فين؟ الله يخرب بيت مخك يا ناديه، الله يخرب بيت مخك وتفكيرك ده. بطلي الوسواس اللي انت فيه ده. عمتي انا في سؤالك ده محيرني ومخليني ما طايقاش نفسي. هو انت لسه فاكره ان عبد الحكيم هو اللي قتل ابوي؟ انت اتجننتي يا ناديه، اتجننتي رسمي. عبد الحكيم قتل ابوكي، بس قبل عبد السلام ما يبقى ابوكي هو اخويا. يعني انا عمري ما انساه ولا انسى دمه ابدا. اصلك محسساني انك نسيتي كل كلامك عن الورث اللي ليك عن عبد الحكيم وبس. عايزه نعمل ايه؟ اجيب سكينه اشق بيها بطنه ولا اضربه بالرصاص يموت ويستريح؟
وانا مش عايزه عبد الحكيم يستريح، عايزاه يبقى عايش في الدنيا كده حاسس بالذنب ومخنوق. والله انا ما عدتش عارفه اصدقك ولا اكذبك ولا اعمل ايه. استني هنا، انا لما بشوف عبد الحكيم ببقى عايزه اجيبه من زمره رقبته، بس انا لو عملت كده هخش سجن وهو هيموت وجبريه هتستريح، تبقى جبريه ضربت عصفورين بحجر. فهمتي؟ فهمت. اعمل فيها ايه دي؟ خبره يا عبد الحكيم، هتسيب منك دنيا عنيابة زي الحرامية والجتالين. معلش يا جبرية، ده جنون. أنا عارف متوكل محبة المأمور بيعملك بيها غصب عنها. هما كلمتين زي ما أنت بتقول يا بيه، ينفعش يعني ناخدهم أنا ونخلصوا؟ يا ست جبرية أنت على راسنا من فوق. راسي وأنت جاي تقول إن أنا قاتلة قتيل. يا ست جبرية دي كلها إجراءات شكلية، والنهاردة آخر يوم هتكوني في البيت. آخر يوم؟ يعني إيه؟ أنا ممكن أبيت هناك ولا إيه؟ ست جبرية ركزي معايا، زي ما قلت لك دي كلها إجراءات شكلية، وبعدين البلد كلها عارفة أنت مين ومرات مين، ست محترمة. محترمة منين عاد؟ البلد كلها شايفة مرات عبد الحكيم راح على النيابة. بس أنا عارفة مين اللي عملتك ده. هي كريمة مفيش غيرها. ناشا كريمة، طار بيني وبينك لحد يوم